الحمد لله اليوم اخيرا بشوف اليهال وبقعد بلمهم واشمهم وابوسهم طول اليوم. انت راح تشرفين عليهم بس، يعني انت مديره في البيت، عندك الخادمه هي اللي تطبخ وهي اللي تنظف وهي اللي تغسل لهم، انت بس تشرفين عصاتك. قوم اقعد بس. خوش والله، جايب لي فزاعه ولهم. لا يا يمه حشاك، مو كذي قصدي. ما شاء الله عليك، كل خليتي له علاقه بالرسم، اكيد انت مدرسه رسم. لا بس هوايه حبيت اجددها. ما تسمعي قاعده صارخ؟ سفيه هو غلطان، يرد عليه ردود يا هالبي بالانستغرام. اه استيكم يلا حجازكم يلا يلا. بدريه. خالد تفضل. مشكور كل هذا. اي هذه طيبه جبن. انا ما احب الجبن. في سبانخ اعتقد. اعتقد في سبانخ، تفضل عليك بالعافيه. واذا ترى براون بدي يكون احسن حق صحتك، ترى انا متعوده دائما اسوي لهم كذي. لا. يعني العافيه اللي يبي ترى اكو وايد بعد. تفضل تفضل. مو كل مرة يعني نشوف بعض تناديني أستاذة. ما عادش حق أخت غصون، ما عادش حق. انتي وينك من الصبح؟ وليش ساكه جهازك؟ قلتي بتغدين ما عرفيش ليش بتردين؟ الساعه صارت 9. تحكي صاير يبا. يمه اي غدا؟ انا قلت لكم كذي بس عشان لا تحاتوني، انا ما بقى مخفر ما دشيت، ما بقى حادث ما سويت. مخفر؟ ليش؟ لحظه، خلينا نفهم ايش السالفه، صاير يبا؟ انا اقول لكم. الله يخلينا حق بعض ولا يفرقني يا رب. الله يا حلو هاليمعة، عساها دوم ان شاء الله. هلا يمه بوجودك يا الغاليه. حمودي لا تنسونا عطول. ابو عبد الله تاكل حبيبي عليك بالعافيه. يمه انت تحصين على حمودي بس انا بوصي نفسي عليك. منقوله لا يشوفني الوالد وهو غار. العبد سلام يدك يمه. اكل لي ماكل. عطى خبز، عطى خبز. يا سلام حلاكم. ها كل اسبوع تونا مره على الاقل يمه، مو احنا ندق عليكم ونقول لكم تعالوا البيت بيتكم. كل يوم ان شاء الله حياكم الله. تنورون والله، تنورون والله. انا بعمرك يمه. كلي حبيبتي كلي. جربها حلوه والله. صباح الخير. هلا صباح النور. ايش جايبك؟ امس جايتني بالليل، جايتني الصبح. صراحة أنا ما عرفت أنام وياي، عندي خبر مو زين. ليش؟ خير؟ اللي دعمته هذا أمس راجو ما أدري كمار ما أدري شنو اسمه. إيه. رحت لليل بيت ومو راضي يتنازل. يا بدرية انسي الموضوع خلاص. أنا حله، أنا حله بطريقتي. خالد قضيتك انحلت. يبا. هلا يبا. شايفك. أول شيء إيش رأيك؟ هذا راجو كلمته وعينته في الشركة عندي. أوه مو نسيبه، مو بس كذي أعطيته راتب ما يحلم فيه، عشان كذي يا وتنازل. مشكور يبا، ما قصرت، الله لا يحرمني منك. أنا حاضر يا يبا. بصراحة عمي ماني قادر أقول لك شيء إلا مشكور، مشكور وايد. و أنت لا تقول شيء يبا، أنت لا تحكي، خليك ساكت. انت كفو، كافي انك حميت بنتي ودافعت عنها وما خليت اي واحد اقل ادبه او يطاول عليها. انت ريال ما في مثلك يعني. هذا واجبي، انا ما سويت شيء. عاد الحين احنا دورنا، لازم نقوم بواجبنا وتروح البيت تتريق ويانا. لا لا اروح البيت الحين؟ ايه لا الحين لازم اروح حق الوالده.
لازم اروح حق الوالده واطمنها لان قاعد تحتي وايد صراحه. عاجل الموضوع في الوالده احنا ما نقدر نقول شيء بس توعدنا انك تجينا البيت تغدى ويانا. اكيد هذا اقل شيء نقدمه حقك. اكيد اكيد من عيون الثنتين وهذا وعد مني. تسلم عيونك. ما قصرت ما قصرت. حياك الله حياك الله حياك الله. مشكور راجو مشكور واجد واجد الحين زين مو زعلان وهذا كله تمام. السلام عليكم. كم السلام. يلا يبا يلا 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 راجو يلا. هلا حبيبتي اخيرا قعدتي من النوم. ما شو اسوي ما نمت زين امس خايفه الريال لا ينسجن بسبتي. الحمد لله نبوي حل الموضوع. انت لو من الاول قايله حق ابوك كان حل المشكله من زمان. ما اشتراني انا قلت احل الموضوع بروحي ما ادري ان الموضوع شي بيصير. ويه هذه عذور. هلا يمه. هلا حبيبتي عذور. ولهت عليك. حتى انا يمه ولهت عليك وايد. وانا ولهت عليك اكثر. انا ولهت عليكم اثنيناتكم. وين مشاري؟ عند يدتي. يدتكم يد؟ ايه. زين وشلونها معاكم؟ زينه. زين يمه صيروا عجال عشان تصير هي زينه معاكم. روحي بمشاري عذور ولهانه عليه. ان شاء الله يمه الحين اجيبه. هلا حبيبي. هلا يمه متكي تزورنا؟ ان شاء الله نزورك حبيبي. ولادي السنع ذبحني هالولد. اسكت بس يا صبي اسكت. اي والله مشاري حبيبي تعال معاي شوي. وين ماخذته؟ ومع التليفون تبي تكلمه. ما شاء الله امكم تو ذكرتكم وقامت تدق عليكم. ها يلا مشاري. اعوذ بالله منكم ومن امكم. ها ابتسام. هلا الهام. شفيك؟ بسم الله شفيني ما فيني شيء؟ يعني مو صاير شيء؟ ايش بيصير يعني؟ الله يخليك الهام مالي خلقك وخليني بروحي. الله يهديك بس. ما شاء الله ملتزم قاعد لي آخر دقيقة بالدوام. ها؟ إيه مو بس أنا حتى بدرية. إيه سلام. طبعاً. صار موضوع سيارة ولا شيء والله. جيت اليوم بسيارة الوالد قلت باكر على فراغة كذي أوديها أصلحها. آه يعني تعرفين جراج. ها لا وين أعرف. بروح كذي أجرب حظي. بالدوخين ترى نفس الدوخلي ذاك اليوم هنود وجراجات. لا 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 سمعيني إيش رأيك باكر أمرج الصبح وديك جراج. أنا عندي جراج ممتاز. إيش رأيك؟
يعني انت ما تبت هم مصر تساعدني. مو هي خربانه خليها خلاص بعد. لا ما شاء الله جايين مبكر متفقين. شنو متفقين استاذ غصون؟ ايش هالحكي؟ انا مسوي حادث واستاذ خالد عنده واحد يعني يصلح سيارتي، شنو متفقين؟ فهد ايش فيك؟ ما فيني شيء، شلون يعني؟ ما ادري انا سويت شيء زعلتك بشيء لانك وايد متغير. لا ابد، انت اخت عزيزه وغاليه وما في بيننا الا كل احترام. فارس كلمك بشيء؟ شيء مثل شنو؟ ما ادري يعني بخصوص الشغل او اي شيء ثاني. لا كلش اصلا ما شفته من اخر مره. ليش ما يا وياكم؟ ابوي يقول عنده شغل. زين يلا روحوا دشوا داخل وبدلوا ثيابكم يلا، الحين جانا تحط لكم الغداء. اذا تشوفي مبارك ما يصير خاش ايفوني عني، ترى لازم تطقينه. ها؟ انت يا صبي ليش ما تحترم اختك العوده ها؟ عطها التليفون يلا عطها، لا اقوم اكسرك الحين بالعصايه. يا دتي طابته منها نص ساعه، ابوي قايل التليفون حقنا كلنا مو حقك بروحك. يا حليلك. عطها يا صبي ايش فيك؟ عطها التليفون. ماني بعطيها دتي ايه؟ يحلك شو اقول ان شاء الله. اديد اشوفي ترى ما يصير. انا علمك يا مبارك تعال. يا علكم من عيال شنو انتم؟ يا صبي. اي والله. ها شنو فيه؟ جانو. ما يعلمك معاك حطي تليفون. جانو. ما غاب من جانو. اقول يا تعطيني تليفون يا جانو. شاري. اوبن ذا دور. شنو فيه؟ شاري. اوبن ذا دور. شاري. وي شنو هاي؟ اوبن ذا دور. تحكي مشاري قفل علي باب امي. وي يمه مشاري بطل الباب. ايديك شيت اخوك مشاري مسكر على نفس الباب. شنو مشاري؟ مشاري انت شايش خليتي بروح ليش؟ انا بالحمام ماما يعني طبخ البطل يعلك الضربه. مشاري دق على ابوك بسرعه. عني بروك دق على ابوك. خلصوني ذبحتوني. شنو من عيال انت وانا خلاص ما قمت اتحمل. خلاص مرعوده عن ذبحت خلاص يبا خلاص ذبحت. مشاري يا ربي يا ربي اوبن ذا دور. مشاري عرفت اخوي ابو محمد عندنا 5 غرف نوم بالدور الاول صاله مربعه كبيره مطبخ تحضيري عود بعد ما شاء الله يسهلونك انت وعيالك. السرداب بعد يني راهي. بعد عندنا سرداب على كبر البيت في حمام سباحه وفي حوش ساقط عرفت شلون؟ وهني الارضي مثل ما انت شايف صالات واستقبالات والمطبخ الرئيسي كل شيء على حطة ايدنا مسوينه يستاهلك ان شاء الله. قول امين عسى الله يجعله من نصيبك. الو ما شاء الله شغله عدل ان شاء الله. شلون قبل اروح الحمام وقت هذا وقته؟ يلا كان يلا باي.
بعد الحوش الساقط طالع عند السرداب. رامي اي والله هلا طال عمرك. خلوك يا ابو محمد، انا بس صار عندي ضرب. ابو محمد بعد ان شاء الله. تفضل طال عمرك. توكل على الله. دير بالك وكلمني تالي. عفوا عليك. حاضر ان شاء الله. ربك يسهل ان شاء الله. شفت اخوي ابو محمد؟ الحمد لله رب العالمين، ربي لك الحمد والشكر يا الهي. الحمد لله رب العالمين. وعبد الله من رش فيني هالايام، كلها دوخه ودقات قلبي مو طبيعيه، حاسه فيني شيء. ولا هذه نسات هذيك يا ابو عبد الله، شو هالخرابيط؟ ما ادري عنك حير الله يهداك، ما فيك الا العافيه، بس انت لو تخليني الوسواس عنك كان انت بخير. باكر من الصبح ان شاء الله اوديش الطبيب يسوين فحوصات كامله، بعد امري ان شاء الله. ما كل الخير ان شاء الله. ان شاء الله. نادي هذه بس شيلوا الصحون قواكم الله. يا الله. ها؟ افاء يا ذا الحلم. عبد الله؟ عبد الله؟ تعال تعال معلم حياك تعال تعال. تعال. مشاري. عذاري؟ عذاري؟ نعم يبا. شلون مسكر عليها بس؟ شلون مقفل الباب؟ وخري وينك عنا انت؟ تعال تعال حط حطي بهذا هني. اكسر المعلم من الباب ها؟ وخر يا بشاري وخر عن الباب وخر. ها؟ بابا انت ليش ما تصير عاجل حبيبي؟ ليش ما تصير عاجل؟ شلون مقفل على نفسك؟ مشكور معلم حبيبي مشكور. هذه بعد امي الله يهداها. تعال تعال حبيبي تعال. موصيها تدير بالها عليك ما ادري وين قاعده. تعال. ليش انت شيطان حبيبي؟ ليش؟ شو موديك الحمام؟ ها؟ ليش ما تصير عاجل انت؟ ليش؟ ليش كله تذيني بابا؟ ها؟ لا تسوي كذي مره ثانيه. تعال تعال يا معلم تعال. وخر خل اعطيك هذا شوف. هاك حبيبي. مشكور يعطيك العافيه. مشكور حبيبي. مشكور. مشكور. يما الله يهداك. هذا وانا موصيك عليه هذا تديرين بالك عليهم؟ حابس روحه بالحمام؟ ها؟ يا لك شو اقول؟ وتلومني بعد؟ اي والله اصلا انا الغلطانه اللي جايه معاك هي في البيت. يما ما ادري والله ذاك ايش سويتي؟ انا جايبك تديرين بالك على اليهال، والحبيب حابس روحه بالحمام، يوم كانت بدريه موجوده عمري ما حسيت لا باليهال ولا بمشاكلهم، ما ايش سويتي انت؟ لا الله يا الدنيا، الحين صارت بدريه هي الزينه وانا الشينه؟ ها؟ انا كافي علي عيوني، ربيتك وخليتك نفس الثور. ايش كان خليتي هذول بعد على قولتك نفس الثور؟ فتش عندي؟ خليني اروح اطلع من هني ترى زهقت منك ومن عيالك. يلا لا 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 يما لا لا اي والله احنا بيننا اتفاق وبين 200 دينار. اقول ال 200 دينار اللي قاعد تمن علي فيهم يبلك مربيه ثانيه تربي فيهم عيالك. لا 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 خلاص يما خلاص اي والله لا لا تمت خلاص خلاص ازيدك وخلاص. فتش عني زين فتش وخر يا لا لا طول بالك فتش عني طول بالك طول بالك يما يما حبيبي لحظه لحظه زين خليني 300 دينار 300 300 خلاص اي والله 350 اهو وخر يما يما من يداري يما ذيلا فكري زين زين خلي 400 وتذكره يبا ما يخليك رد امي ذل في زين انت من امي امك غاضب علي من زين امك عاد روحي فكيني يبا نبي امنا راح نبي امي راحت بعد شريفة النتائج للأسف مش كويسة، أنت مريضة سكر من الدرجة الثانية، وتحليل السكر بتاعك الأخير نتائجه عالية جدا. أنت إمتى آخر مرة سويتي فحص؟ من سنين دكتور. ويه يمكن صار لنا 6-7 سنين ما سويت فحص، وكل ما قلت لها يا بنت الحلال امشي خل نروح نشيك ترفض مي راضية. ده معناه إن أنت مريضة سكر من سنين، أنا لازم أحولك على المستشفى الخاص بمرض السكر، تفتحي هناك ملف وتتابعي معاهم ومن هنا ورايح لازم تاخدك بالك كويس قوي من اكلك ومن وزنك. ان شاء الله دكتور. مشكور يا دكتور جزاك الله خير. يعطيك العافيه دكتور. سمعت ايش يقول الطبيب؟ حطي بالك على اكلك ووزنك، ما يصير كذي يا بنت الحلال. ان شاء الله. On these barren wastes may have to travel 100 kilometers a day searching for food.
الو الو خالد، انا غصون. استاذ غصون، يا هلا ومرحبا. ما جبتي رقمي؟ وش فيك؟ نسيتني انا رئيسه قسمكم وعرف ارقامكم كلكم واحد واحد. اه ايه صحيح. خير، ايش اقدر اخدمك فيه؟ اقول له خالد، ترى انا مسويه ذاك الهريس اللي ينن، وبعد شوي بحط عليه دهن والدارسين الطيب. ايش رايك اقول انت يعني تتفضل عندي وتذوق الهريس؟ والله اظن اخت غصون ما اعتقد انها فكره زينه. ليش؟ اخت غصون تدري اني انا ريال عزوبي، وانت مره ساكنه بروحك، وبعدين الناس ترى ما ترحم. ها ليش؟ احنا يران وحسبه اهل. ايه احنا نعرف الشيء هذا، الناس ما يعرفونه، الناس لهم الظاهر. ايه لا والله والنعم فيك خالد، ريال راعي اصول وتعرف الاصول عدل. خلاص اخليك ويا سهرتك. اي والله، مع السلامه. اقول خالد، ايش رايك؟ ماشي خالد. ما شاء الله سهرانين سوا. وين سهرانين يبا؟ شوفني شلون جاب له الكتب، وابتسام حضرتها ما طاحت عينها من السقف، قعدت تنظر فيه. شيت يبا؟ يبا ماكو شيء، ما عليك من هذه، بس تسولف. يا يبا ما اشوفك، لا تقرين كتاب ولا تطالعين التلفزيون ولا تلعبين في تلفونك مثل باقي الاوادم. يبا لا تحاتي، ما فيني الا العافيه. بقوم اسوي لي شيء اشربه، تبي شيء يبا؟ لا سلامتك، ما ابي شيء. تعرفين ايش فيها؟ لا والله يبا ما ادري عنها، ما قالت لي شيء. مسكينة هالبنية هذه، ما لها حظ في كل شيء. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. زين يبا ما تبي صب القفشة؟ يا ابنتي ويني وين صب القفشة؟ زين شاي، شاي هاك. ما ابي شاي يا ابو شارب، نامليت انا هالحين. زين مويها، ايش دعوة يبا؟ ما شارب، لا اقول لك قلت. يبل ريجك؟ ما ابي. وين رايحة من الصبح؟ واليوم اجازة. يما رايحة اصلح سيارتي. زين يبا نطري، لان بس غترتي وعقالي ويي معك. ما له داعي يبا، خالد برا وقال لي هو بيوديني عند جراج وايد زين. خالد برا؟ اي. علي بخيني نسلم عليه وتريق ويانا، الانسان هذا وايد طيب، خوش ريال محترم. خلاص ان شاء الله يبا. حياك الله، تفضل. شكرا. يا هلا. السلام عليكم عمي. السلام، هلا. شلونك؟ شلونك؟ عساك بخير. شلون صحتك؟ الله يسلمك. تمام؟ صباح الخير. هلا والله، صباح النور. يلا حياك، تريق ويانا. لا يبا ما عليه، خلها غدا عشان ما نبي نتاخر. ما عليه يبا، لقمه ما تاثر. لا ان شاء الله خليها غدا مره واحده. على خير ان شاء الله. عيل تدرون شلون نعطيكم على الغدا، وكاهي ام بدريه تسمعني، متوصى فيك لا تحاتي. بسوي لكم احلى غدا ان شاء الله. يلا عن اذنك يبا. حياكم الله. حياكم الله. صراحة يا ام بدرية خوش ريال محترم. ما شاء الله عليه، مبين عليه خوش ريال. اي والله، ومثل فواز. بعد زيارات عائلية. Thank you.
اللي هذا من صدق الدكتور اللي كاتبته نص موزة تعتبر وجبة كاملة؟ هي ما بقى شيء كل شيء ممنوع؟ يا بنت الحلال تحمد ربك ما منعوش من شرب الماي، قول الحمد لله على كل حال. وبعدين ما ورا هالسنين كلها واحنا قاعدين ناكل، اعطينا غدانا يا ماري. اوه نص تفاحة خس وي هذا الله ايش هالزين وانا شاكل هذا لله الحمد عندي شبيب مفيوح عندي خبز عندي سلطة ومغيت روب الخيار عليك 60,000 عافية يح شاكل حياك حياك ام فيصل حياك حبيبتي الله يحييك يا قلبي البيت بيتك يا عمري هلا هلا بالبطل قوم سلم على خالتك وي هلا بالقوم هلا خلي خلي قاعد خلي هلا حبيبي هلا بوسه 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 يا عمري يا عمري حياك حبيبتي تفضلي الله يحييك يعني خلاص ابلي الشاي اوكي حبيبي ما راح احط لك شكر هذه انت مسويتها؟ اي والله رديت ارسم شوي شوي يعني لا ما شاء الله روعه صدق عجبتك الحمد لله بس تدرين بين فتره وفتره يعني تنقصني ادوات انا من زمان مو راسمه ف للحين ما اذكر كل شيء هو وش ما اقرا روحي اشتريهم والله وايد وايد الرسمه حلوه ومؤثره بعد هيا ام فيصل خلي خلي حسن عندك أروح نص ساعة ورد ما طول. إي طبعاً حبيبتي وهي قاعدة مع منو أنا؟ وهي قاعدة مع القمر يما يهب بسم الله عليه. يلا يا عمري خليك. هذه حبيبتي. صراحة خالتي أكلك أكثر من روعة. سلمي دينك. الله يسلمك بعد عافية. الله يعافيك. الله مني أنا الله يحييك زارة البركة الله يسلمك عاد الأكل ما في مستحى خذ راحتك لا لا طبعا أكيد أكيد ها تطالع الساعة ترى ما راح تمشي قبل ما تاكل الحلو اللي أمي مسويته هذا أوفر ترى ما أقدر أكثر من كذي ترى ما أكلت شيء أنت لا تمام 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 هاكا ادرس ادرس يبا 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 شفيك أبي بذور شجر البرتقال وين بذور شجرة الموز اللي بتجيها؟ يبا هذه مو بكيفي مدرسة طالبينها اللي داشة بنشاط الزراعة وانت ايش عندك داشة بنشاط الزراعة ما أدري شنو فاضيلك أنا رايح وراد مو كافي مجاب لكم وقاعد هني أنا هذا الدواني وهذا الربع أوه ويعوه ادرس أنت بعد ادرس أبي يدتي ايش أنت الثانية أبي يدتي جيت هني نايم مردان أنت يبا يب امي اسكت ادرس انت يلا وين يدي؟ مش فيها ما ترد الحقيقة يا أم بدرية ما قصرتي كفيتي ووفيتي الحلو كان وايد لذيذ عليكم بألف عافية ما سويت شيء الله يعافيك ما قصرت الصراحة قمت بالواجب وأكثر أنا ذاك عميد حياك الله يبا حياك الله يلا تفضل مع السلامة خلي خلي ما له داعي خير السلام عليكم في أمان الله يبا في أمان الله يلا الو هلا يما يما انت وينش تعبت وانا ادق عليك حبيبتي ما علي انا اليوم كان عندي لويا كنت بالقراجات انتو شلونكم زينين الحمد لله زينين اي صدق يما ترى يدسي راحت ومنو قاعد معاكم الحين ابوي وجانو بس اي زين دام ابوكم معاكم مو مشكله
لما قلتي لي يدتكم ليش راحت؟ الحمد لله على كل حال. طبعا ماكو خالد، ماكو صباح الخير. صباح الخير ام عبد الله. هلا حبيبتي، صباح النور. صباح الخير. هلا هلا يما، صباح النور. صباح الخير. هلا، صباح النور. صباح الخير عليكم جميعا. صباح النور. ما شاء الله بدرية وجهك وايد منور عقب الطلاق وعقب ما افتكيتي من عيالك الحرية حلوة. لو سمحتي انا ما اسمح لك، احترمي نفسك. اوب اوب اوب، ما تسمحي لي وانت امس دايره مع واحد ريال غريب، شايفتكم انا وانتم تشربون عصير مع بعض. استاذه استاذه، هذا انا كنت معاها بالسياره، كنا رايحين نصلح سيارتها، عقبها وقفنا شربنا عصير. اعتقد واضح مو؟ هذا انت. لا اذا انت معناته مو ريال غريب. ها غصون، يا ريت تشيليني من راسك. ها خالد، عقب الدوام ابيك بمكتبي. اوكي اوكي. شنو هذا شريفة؟ هذه جنطة قياس السكر. ليش انت فيك سكر؟ طحت مطمع علي ودوني المستشفى وقالوا سكريك وايد مرتفع. اوكي، ديري بالك ترى امي قصوا ريولها الثنتين من السكر، الثنتين. طلع هذه ايش فيها؟ هذه تنصحني ولا ادعي علي؟ بسم الله عليك. ولا الله ولا فالك. تبيني اكل عشان توفرين يما؟ نش علي الحين دكتور يقول السكر عالي، تلزقينها فيني انا شكو. من شنو يعني السكر؟ حاشني من الضيم اللي عايشته وياك. اي ضيم يما؟ يقول لك قله الحركه والاكل مخربط. قله الحركه؟ لانك حكرتي بهالبيت. يسوي اللي تبينه، انا ايش قايله؟ سوي اللي تبينه. بسوي اللي ابي. ناظرتك انا ولا ناظره الاذن مني؟ زحقانه زحقت. الطقاق اللي طقت. اي والله سوي اللي تبينه، بسوي اللي ابيه. مليت مليت، طقت شكي. خلاص خلاص خلاص. صار عمري 28 سنة للحين ما يطق بابنا. مليت، زهقت. ليش زهقت؟ زهقت زهقت ومليت. تفضل تفضل استاذة. بدري هي ردت مكتبها ولا طلعت؟ لا ما ردت، بس استاذ خالد راح يشوفها.
بدرية؟ بدرية أبوي إيش فيك؟ ليش ما رديت المكتب؟ إيش فيك؟ أنا ما أدري هالأوادم شلون يفكرون. ما على بالهم فراق عيالي عني سهل. قاعد أموت ألف مرة باليوم. تجيني غصون باردة مبردة تقطع علي حكي. أنا ما أدري شو أسوي بعمري. لا تحاتين. ماكو شيء يضايقك. أنا موجود أنا يمك. الحكي اللي سمعينه سمعي من هني. طلعي من هني. خصوصاً تعرفينها عدل. كلنا نعرفها عدل.